أهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعت لكم هاي المرة بسيريز جديدة لجيم قديمة شوي اللي هي هولو نايت. الجيم من 2017 أو 2018. بصراحة الجيم كثير حلوة، هي 2D جيم، اندي جيم، صعبة. صعوبتها تكمن بأنه ما بكبيرة وانت أغلب وقتك ضايع، فمش عارف وين بدك تروح. في بعض الأماكن لازم تفوتها، بيكون عندك specific abilities تقدر تجيبها عشان تفوت، فأنت عادي تنسى أنه هذا المكان موجود. الجيم عبارة أغلبها عن بوس فايتس، عن اكسبلوريشن، عن ايتمز أنت ممكن تجيبها. بصراحة أنا لعب الجيم مرة وهاي المرة الثانية، ولأني جد حبيت الجيم فكتير حبيت أني أعطيكم فكرة عنها، أعمل لكم ووك ثرو عشان أجيب بلاتينوم تروفي. قريبا رح ينزل جزء ثاني منها، فهذا الحكي يتضمن أنه الناس اللي مش لاعبة اللي بدها تلعب جزء ثاني رح ترجع تلعب الجزء الأول، فمو غلط يكون موجود ووك ثرو للجيم هاي. فمعاكم جيمي، يلا نبدأ. Start game. New game. إذا خلصت الجيم أنت لمرة بيصير في عندك 3 options ممكن تلعبها. Got Seeker، هاي كتير صعبة. Steel Soul، هاي إذا متت مرة بتموت for good وبتعيد الجيم من الأول. فإحنا مبدئيا بدنا نبلشها بكلاسيك. سيبكم مع كاتسين مبدئي. المبدأ بشكل عام لو بدنا نحكي قصة الجيم باختصار، الجيم تتمحور حوالين كينغدم، مملكة اسمها هولونست كينغدم. هولونست كينغدم كان بحكمها واحد من الأولد وانز اسمه ذا راديانس، تمام؟ ذا راديانس كان تقريبا إله المكان وكان حاكم الجميع. في واحد من الأولد وانز خلف حشرة، هاي الحشرة اسمها بيل كينغ، فهذا الزلمة هو الملك فعليا. البيل كينغ لما انولد صار بده يخفف من الانفلونس او التأثير تبع الراديانس في المكان، وقرر انه يتخلص منه. فعشان يتخلص منه تعرف على واحدة اسمها الوايت ليدي. هو والوايت ليدي قرروا انهم يبلشوا يعملوا زي فيسل، زي اناء، زي حوض، زي اشي بحيث انهم يحتووا فيه هذا الراديانس. ف البيل كينغ والوايت ليدي راحوا على منطقة اسمها الأبس، وصاروا الأبس هي منطقة ما بيوصلها لايت وكلياتها فويد، فصاروا يحاولوا يعملوا فيسل من الفويد. هاي الفيسل بعد محاولات كتير كبيرة ضبطت معاهم فيسل واحدة، وراحوا عملوا كونتين للراديانس بحيث انهم عملوا له تشانل لجوا الفيسل هاي، سيطروا عليه حبسوه. وعشان يضمنوا انه الراديانس ما يطلع لبرا عملوا سيل، عملوا تيمبل حطوا فيه الفيسل هاي الراديانس محبوس جوا، وسكروها بثري سيلز. الثري سيلز اتسكرت عن طريق ثلاثة كاركترز ما يسمون بالدريمرز، هون موجودين هدول الثلاثة كاركترز ضحوا بحياتهم عشان يسكروا التيمبل. بس بعد فترة الراديانس لانه كثير قوي قدر يعمل كوربشن للوار تبع هولونست. كونه عمل كوربشن فالبيل كينغ بطل عارف شو ممكن يعمل عشان يحل هاي المشكلة، فعشان هيك راح وعزل حاله وساب الدنيا هون، صارت كل الحشرات كل سكان المملكة كوربتد. فانت هدفك هون بدك تحارب هذا الكوربشن. هاي اللورد بشكل مختصر، واز وي جو في الجيم راح نتعرض لمواقف، راح نشوف ستونز مكتوب عليها جزء من اللورد، فراح نشرح كمان. بمجرد ما تنزل هون تبدأ الجيم. الكنترولرز سهلين، عندك مربع تضرب، اكس بتنط. بمجرد ما تنزل هون في عندك جيو كاش. المين كرنسي في الجيم هو ما يسمى بالجيو اللي هم الشغلات هاي. الجيو تشتري فيه التشارز، بتشتري فيه المابس، بتشتري فيه الاغراض، فهو الكرنسي تاعتك. بالنسبة لهون فوق في ابيليتي دبل جمب، حاليا ما بنقدر نعملها لانها مش موجودة معنا. هاي المنطقة اسمها كينجز باس، امشي فيها. الانيميز عندك هون بدك تضربهم شيلهم. هاي المنطقة هي الانترودكشن اريا خلينا نسميها.
ما فيها اشي كتير. شو هون في عندها كمان جيو كاش هون فوق. راح نرجع من هون. اللعبة كلها تتمحور حوالين البلاتفورمينج، حوالين الاكسبلوريشن، وحوالين الكوليكشن. اوكي لو تيجي هون هذا بارت من اللور، انت هيك راح يكون من اللور، بس هون فعليا عم بحكي لك بعطيك تيبس كونها توتوريال اريا. فهون عم بحكي لك على الفوكس سول اند هيل، كيف انت بدك تهيل. هلا لو تطلع على الزاوية الشمال في الماب في عندك دائرة كبيرة وفيها معبية اشي ابيض، هاي الدائرة الكبيرة هي خزان السول تاعك. انت كيف بتجيب السول؟ بتجيبه من لما تعمل دمج. طيب شو بتستفيد من السول هاي؟ بتستفيد منها بشغلتين، يا اما بتهيل. لو تنتبه في عندك 5 ماسكس، هذا الهيلث تبعك، انت في كل دمج بتاكله بروح ماسك، اذا راحوا كلهم بتموت. فعلشان ما تموت بدك تستخدم السولز هاي عشان تهيل، فبتعمل هول دائرة. الاستخدام الثاني للسولز، انواع الضربات هون في الجيم، يا اما ميلي اللي هو بالنيل او السيف اللي احنا حاملينه، او كاستنج. الكاستنج هي ابيليتيز راح تتعلمها خلال الجيم، كل كاست او كل سبيل انت بتستخدمها بكون حقها سولز. فهدول استخدامات السولز. تكسر هون طلع لفوق، راح يكون في عندك كمان جيو كاش. هيك احنا اكلنا دمج. اذا انتبهتوا واحد من الماسكات راح، فهول دائرة بتهيل، بتستهلك السولز اللي معك وبتهيل. من هون اطلع لفوق. اوكي في بداية الجيم بدك تحاول تجمع جيوز قدر الامكان. هذا الاشي اسمه لايف بلاد، لو تضربه راح يعطيك زي ما شايفين صار في عندنا 2 ماسكس زيادة. هدول الماسكين لونهم ازرق، هدول اكسترا سول او اكسترا هيلث خلينا نحكي، بس الفكرة انه اذا انضرب راح يروح عليك وما بترجع بتاخده. هلا هون بمجرد ما تمشي هون الارض حتنكسر، فخليك على الجهة الشمال. خليك هون. في عندك كمان جيو كاش. زي ما كنت احكي بالنسبة للجيو، انت مبدئيا في بداية الجيم بدك تجمع جيو قدر الامكان، بس ما تفكر انه انت لازم تعمل فارم. ليش؟ لسبب انه الـ at some point انت راح تكون شاري كل اشي في الجيم، وراح يكون معك كمية جيو ما راح تعرف تستخدمها. حاول ما تضيع كتير، وبنفس الوقت لا تحط في بالك بدك تعمل فارم، لانه eventually تقريبا بنص او باخر 3 ارباع الجيم راح تكون شاري كل اشي. هلا احنا طريقنا من فوق، هون تحت في عندك hidden area، خذ الجيو كاش. هلا هاي المنطقة فعليا في وراها تشارم، هاي اول تشارم ممكن تاخذها في الجيم، بس عشان تعملها الطبيعي بدك دبل جمب او بدك داش. بس في ميكانيك في الجيم اسمه بوغو، اللي هو بتنط وتضرب لتحت، نط وتضرب لتحت. اذا ضربت لتحت هذا الحكي بيعمل لك باونس للاتجاه اللي انت ماسكه. هلا هاي ممكن تزبط معاه في بداية الجيم، ممكن لا، فخلينا نجرب. جمب بوغو، هاي ما زبطت. مرة ثانية جمب بوغو، جمب بوغو. إذا ما زبطت بإمكانك ترجع لها بعدين، لأنه هاي المنطقة صحيح هي بداية الجيم بس إلها أكسس مرة تانية. تيجي هون اضرب هذا الصندوق، راح تاخذ أول تشارم اللي هي فيوري أوف ذا فونن. التشارم هم عبارة عن ترينكتس أنت بتلبسهم، في لهم أكثر من استخدام. هذا الجي أو، هاي الطلعة اللي حكيت لكم قبل شوي راح نطلعها. بالنسبة للتشامز ممكن يعمل لك بف للضربات تاعتك كميلي، ممكن يعمل لك بف للسبلات تاعتك، ممكن يعمل بف للدمج. في شغلات يوتيليتي بحيث انه مثلا بتزيد سرعة المشي، بتزيد سرعة الداش. في شغلات للماسك اللي معك، بتزيد لك الماسك. في شغلات بتطلع لك مينيونز يساعدوك في الجيم. فبشكل عام هذا هو المبدأ تبع التشامز. طبعا هلا كمان شوي راح اورجيكم كيف بنعمل اكويب للتشارم هاي. المهم تطلع هون، هاي شورت كات تفتحها، هذا الارض اللي وقعت. من هون تمشي للاخر حتلاقي هون لور هاير بينجز ذا ووردز ار فور يو الون بيوند ذيس بوينت يو انتر ذا لاند اوف ذا كينج اند ذا كرييتر ستيب اكروس ذيس ثريش هولد اند اوبي اور لوز. اوكي فهون بحكي لك انه هذا مدخل هولونيست، اذا بدك تفوت هون احترم قوانيننا، احترم حالك يعني بين قوسين. اكسر الباب.
وهيك بنكون وصلنا على هولو نست. انزل لتحت. طبعا الجيم ما فيها فول دامج which is good. هاي القرية اللي وصلنا لها اسمها ديرت ماوث. ديرت ماوث هي المين هاب تاعك اللي حيكون فيها الام بي سيز، حيكون فيها البياعين. ذا فيدنج تاون ديرت ماوث. في عندك هنا إلدر بج، احكي معه، هذا راح يكون صاحبك، حيحكي لك القصة، حيحكي لك شو صار، حيحكي لك انه كل السكان اللي كانوا موجودين هون فجأة اختفوا وراحوا نزلوا تحت الارض وضاعوا، صار في كوربشن وصار همهم انهم يلموا كريستالز ويلموا مصاري، بس صار لهم كوربشن وبطل حتى يجي. طول ما انت ماشي في الجيم راح تلاقي بنش زي هذا البنش. هو لو لاعب مثلا دارك سول، او هو المكان اللي بس تقعد عليه بس تعمل معاه انتراكت، يعتبر تشيك بوينت لإلك، بيعبي لك الهيلث بار تبعك، ولو متت راح ترجع تعيد منهم. هلا وانت راكب وانت قاعد على البنش ممكن تفتح المنيو، من هون بتقدر تعمل اكويب للتشارمز تاعتك. حاليا احنا قبل شوي اخذنا فيوري اوف ذا فولن. فيوري اوف ذا فولن هاي التشارم وظيفتها اذا كان هيلثك واطي دمجك بيزيد، تمام. بالنسبه لمبدا التشارمز، لو تطلع على الشمال في اكويب وفي نقطه تحتيها في نوتشز. النوتشز هاي ثلاث نقط. النوتش اللي هي اللي هي المساحة اللي معاك عشان تركب فيها تشارمز. فانت بتبلش الجيم معاك 3 نوتشز. ولو تطلع على التشارم نفسها فيوري اوف ذا فولن كوست 2، في تحتيها نقطتين، هذه تضمن عشان تركبها لازم يكون معاك على الاقل 2 نوتشز فبتركبها. لو ركبتها حتكتشف انه ضايل معاك نوتش واحدة. النوتشز هدول اعتقد هم توتال في الجيم 10، وطول ما انت ماشي ممكن تشتريهم، ممكن تلوتهم، ممكن يعطيك اياهم بوس. ففور ناو اعمل لها اكويب مش غلط. هدول البيوت، هذا بياع لازم نلاقيه تحت عشان يرجع هون. هاي الترامس الستاج ستيشن، هاي فاست ترافل، هون كمان بياع وهون كمان بياع. من هون من ديرت ماوث تنزل في البير هذا. هلا هاي المنطقه اسمها فورغوتن كروس رودز، هاي المنطقه الاولى اللي موجوده في الجيم. اول اشي بدك تعمله لما توصل اي منطقة جديدة في ام بي سي لازم تدور عليه، هذا الام بي سي بيعطيك الماب للمنطقة. فانت هدفك الاول اي منطقة جديدة بتروحها تجيب الام بي سي تجيب الماب وتجيب البنش، بعدين تبلش اكسبلوريشن. فبس تنزل من هون روح على الشمال مبدئيا، في عندك الانيميز هدول، واحد اسمه تيك تيك والتاني مش عارف شو اسمه. لم الجيو، ميك شور انك تلم الجيو. تيجي على هذا المكان هون، في عندك الانيميز. اول شيء اعمله روح هون على الشمال. هلا هون في عندك ام بي سي هو عباره عن دوده اسمه جرب، هذا جرب فادر. كل الفتحات اللي هون هاي عباره عن بيوت لدودات لجروبس كثر بيلرز صغار. فانت الهدف بدك تحررهم طول ما انت ماشي في الجيم، راح تلاقي كم من جرب، هم توتال 41 وحده، بس تنقذهم كلهم. كل واحد بتنقذه بتيجي عندك جروب فادر بيعطيك خير، ممكن يعطيك جيو، بيعطيك تشارم، بيعطيك نوتشز، بيعطيك كتير شغلات. فزي ما حكيت هلا وش بدنا نعمله، بدنا نجيب الماب. فمن هون انزل لتحت اخر اشي، انزل لتحت. هاي هذا الطريق بوديك على منطقة اسمها جرين باث، بس حاليا احنا ما بنقدر نروحها لسبب في عندك انمي هون. هذا الانمي اذا كنت قريب منه تقدرش تضربه، لازم تجيب سبيل معينة عشان تقدر تفتح هذا الطريق. السبيل هاي بتجيبها من فورغوتن كروس رودز. انزل لتحت وفوت هون. الماب بتشتريها من كارتوغرافر اسمه كورنفير اللي هو موجود هذا. هلا اي مكان بتروحهم اذا بلشت تسمعه بيغني زي هيك، او شفت ورق على الارض زي هذا مثلا، بتعرف انك قريب منه. تيجي بتحكي معه كورنفير ذا كارتوغرافر، احكي معه حيحكي لك انه انا بمشي في الاماكن وبرسم المابس وكذا، فبتشتري منه الماب. الماب هاي حقها 30 جيو فاشتريها. هلا بمجرد ما اشتريت الماب راح يحكي لك انه انا في لي محل في ديرت ماوث، ومرته اللي هي اسمها سيلدا حتكون فاتحه المحل، فبامكانك تروح تشتري من عندها كم من غرض. هلا سيلدا في عندها تو ايتمز كثير مهمين، واحده منها اسمها كويل. الكويل هي عباره عن ريشه، فبصير انت ما دام معك الكويل طول ما انت ماشي في الماب لقيت بنش عملت ريست راح تعمل ابديت للماب.
هلا هون لو تكبس L1 هاي الماب اللي رسمها كرومفير. هلا انت لازم تمشي تعمل اكسبلوريشن وبتفتح معك الماب بترسم اماكن جديده، بس اذا ما كانت معك الكويل ما راح تقدر تعملها. الكويل حقها 120 جيو اعتقد، فخلينا نجمع باقي الجيو، ومنجمع باقي الجيو خلينا نكمل نعمل اكسبلوريشن. فمن عند كرومفير انزل لهون تحت، انزل هون، في عندنا ما في الجيم ما يعرف بالستاج ستيشن، راح نروح لها. هلا هون على الشمال راح تلاقي هاي المنطقة. هلا هذا الاشي بموتش، اوكي اخ، وبعمل دمج. هذا الاشي بموتش، فبدك تنط من فوقه. لو تطلع هناك على اليمين فوق في عندك جيو كاش. هلا هاي يا دبل جمب يا جمب وداش، بس كونه ما معانا بامكانك تعملها فوقه. نط تعمل ايه؟ هاي انا وصلنا، اوكي خذ الجيو منه. خلص مسامحكم بالحبة هاي، كمل طريقك لهون. هلا هون باخر الطريق فعليا راح يكون في عنا اعتقد هون بكون في عنا جروب بالضبط، يكون اول جروب ممكن تحررها. هذا الانمي بيطلع دبانات صغيرة زيه او نموسات صغيرة. طبعا الانمي وانت بتضربه انت بتعمل له نوكباك، ولا اخذنا ولا جيو. لما انت تضرب بترجع لورا، ولما الانمي انت تضربه بترجع لورا. تيجي هون هاي هي الجرب الكتر بيلر اللي حكيت لكم عنها، بتكون محبوسة بجرة، فبتكسر الجرة وهيك بترجع عند الجرب فادر. هلا كونك حررت واحدة بامكانك تروح عند الجرب فادر، راح يعطيك جائزة، جائزة على الاغلب في البداية بتكون جيو، فكل ما تحرر مجموعة روح لعنده. هلا خلصنا هذا المكان، جمب. هلا بدنا نروح طريقنا كله على اليمين، بدنا نروح عند الستاج ستيشن نحاول نجمع 120 جيو. طريقنا هاي كرومفير فوقنا عشان نشتري الكل. بس تيجي لهون فوق راح تلاقي جيو كاش. اوكي لم الخير، يعني طلعتوني شوية وقت. هاي الغرفة عبارة عن التراب روم زي ما شفتوا اول ما فتنا سكر الباب. في عندك راح يكون 2-3 waves of enemy، بدك تقتلهم ترجع تفتح الباب. هدول بطخوا، فحاول خليك تحت بلاتفورم اضربهم ضربة لفوق وتخبى. هيك خلصت الويف، يعني اشي بسيطة بداية الجيم. نرجع ناخذ الخير كله على فوق، ضايلنا كمان كاش ما اخذنا. طلعني، طلع طلع، في كمان واحدة هون. هاي اللي جنبي لو تطلعوا هاي الحيط بس تضربها بتهز، يتضمن في وراها هيدن اريا. اوكي هاي فتحت لنا هيدن اريا. اوكي هاي الهيدن اريا هي عباره بس عن شورت كات عشان ما تفوت في التراب روم اللي كانت تحتنا، وهيك نرجع محل ما كنا. هلا طول ما انت ماشي في الماب راح تصير تلاقي جارمات زي هاي. اوكي هلا الجارمات هاي الاشي اللي موجود عليها يختلف حسب انت وين رايح. هلا بنحكي على الجارمات، لو تيجي هون على الشمال هذا فوق ما راح تقدر تروح لانه بدك دبل جمب، بس هون تحت في عندك 3 جيو كاشز خذهم. الجارمات هاي ممكن تحكي لك انه انت رايح على مدينه، ممكن تحكي لك رايح على ستاج ستيشن، ممكن تحكي لك انه في كرسي في بنش، فحسب كل وحده وين بتوديك. في بعض الانيميز بيرجعوا بيعيشوا بمجرد ما تطلع من المنطقه. هلا من هون بدك تكمل طريقك على اليمين. خلينا نطلع من فوق، بدي اروح على الستاج ستيشن وبديش كثير اطول وقت الحلقه، فخلينا نروح على الستاج ستيشن بعدين نرجع نكمل اكسبلورينج. هلا هون
في عندك هاي البركة، البركة هاي اسمها هوت سبرينج، هاي بس توقف فيها لو هيلثك واطي بتصير تهيل، ولو السول ساعتك قليلة بتصير تعبي لك سولز. وفي الغالب جنب كل هوت سبرينج بكون في بنش، كل ما تشوف بنش بليز اعمل ريست، لا تتركه، لانه اذا متت وانت مش عامل ريست رح ترجع على ابعد او على اخر بنش انت قعدت عليه، فدايما اعمل ريست دايما. هلا من هون بتروح على اليمين تحت، هون تحت في عندك انمي. مبدئيا في بداية الجيم اغلب الانميز راح تحتاج تقريبا 3 ضربات عشان تموت. هلا هون فوق صعب النط لانه بدك دبل جمب او بدك تتشعبط على الحيطة. وليش هون بدك تنط؟ لانه فوق في ايتم، هاي الايتم عبارة عن فيسل فراجمنت. الفيسل فراجمنت هي ايتم وظيفتها كل 3 فيسل فراجمنت بتعبي لك مور سولز. اوكي تعال هون، من هون ارجع اطلع لفوق، يعني هاي المنطقه راح نرجع لها بعدين عشان ناخذ الفيسل فراجمنت. اوكي تمشي لهون، في عندك البعوضات كلهم، خذ الجيو. هون فوق في كمان بعوضتين، بليف ذاتس ات، هون ما في شيء. طبعا دائما تفقد الحيطان، ممكن كثير يكون في هيدن وول اي مكان. اطلع لفوق، في تحتينا جيو كاش فمش غلط ناخذها. تنزل لتحت، هلا بامكانك تكمل من فوق بامكانك تكمل من تحت، الموضوع برجع لك، حتوصل على نفس البوينت بالاخير. تيجي هون جمب على هون فوق في جيو كاش، ممكن تاخذها ممكن لا، يعني الموضوع برجع لك، بدك ارجع من هون كمل على اليمين. يعني احنا eventually راح نرجع نلف المكان هذا كله. هلا شايفين هاي اللوحه في عليها رسمه، هاي الرسمه رسمت انه انت قريب من ستاج ستيشن، بامكانك تروح تحت. بس خلينا نطلع لفوق على الستاج ستيشن. الستاج ستيشن هي عباره عن شو اسمه، زي فاست ترافل، قطار فعليا. توتال في الجيم في 10، بتفوت من هون بنفوت على الستاج ستيشن. في بنش دائما، اغلب كل الستاج ستيشنز في جنبهم بنش. تيجي هون بتلاقي تول ماشين، هلا هاي عشان تشغلها بدك تدفع جيو، فادفع 50 جيو راح تفتح الستاج ستيشن، حيطلع لك هون جرس. رن الجرس حيجيك الستاج. هلا هذا الستاج هو التاكسي تاعنا، ذا لاست ستاج، هذا اخر واحد فيهم. هلا زي ما شايفين عندنا تنتين فاتحين، البديرت ماوث اللي هي الرئيسيه، والفورغتن كروس رودز، المنطقه اللي احنا فيها. هلا قبل ما نروح هناك ضايل لنا شيء كثير صغير هون، خلينا نعمله بعدين بنروح هناك ونخلص الحلقه، والحلقه الجايه بنكمل. هلا انت بمجرد ما تعمل ريست الانيميز كلياتها بترجع تعيش. اذا كنت شو اسمه، اذا ما عملت ريست في بعض الانيميز بس بيرجعوا بيعيشوا مش كلهم. هلا هون في عندك طريق على الشمال، هذا بوديك على البوس فايت فما بدنا نروح. وهون على اليمين منطقه بنروح نعملها اكسبلور بعدين. هلا لو تركز في صوت اشي عم يبكي، الاشي اللي عم يبكي هذا في العادة بكون قرب، بكون دودة كاتربيلر بدك تساعدها. هلا هاي الحيط شكلها مختلف عن الحيطة اللي فوقها، لو تضربها بترج، هذا الحكي ضمن انها هيدن وول، بس تضربها حتلاقي الشغلتين هدول في وراهم قرب فساعدها. هيك صرنا منقذين تنتين. لو تكمل طلع لفوق راح تلاقي فوقك في زي بوابة مسكرة. لا 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 ما توقع لو سمحت، طلع لفوق لفوق. هاي بوابة مسكرة، عشان تفتحها بدك ليفر، الليفر اللي هو هذا. اوكي هيك فتحت بصير عندك شورت كات لفوق. حاليا ما راح نطلع لفوق، راح نروح على الستاج ستيشن ونرجع على ديرت موت. من هون بنروح على ديرت موت، بدنا نشتري الكويل عشان نعمل ابديت للماب بتاعتنا.
اطلع من المصعد. المخرج هون على اليمين بس الباب مسكر، فاضرب الليفر افتح لك الباب وهيك بترجع على ديرت ماوث. هلا لو تطلع على الماب فعليا ما صار في عليها اي ابديت لسبب زي ما حكيت ما معانا الكويل. فلو تيجي هون حتلاقي هذا المبنى فتح، بتفوت جوا حتلاقي ايزيلدا. زي ما حكيت ايزيلدا هي مرته لكورنفيل. بابا نارا تحكي معاها، راح تكون تبيعك مجموعه من الاشياء. هلا شرح بسيط عنهم على السريع. الوايورد كومباس هاي كثير مهمه الايتم، هاي عباره عن تشارم بتلبسها بتصير لما تكبس على الماب تشوف انت وين، لانه انت في الطبيعي بتشوف انت وين، حقها واحد نوتش واحده. فهاي هي الوايورد كومباس، هاي مهمه. بس الاهم انك تشتري حاليا الكويل. الكويل زي ما حكيت لكم هي ريشه، انت كل ما تعمل ريست راح تعمل ابديت للماب. بالنسبه للبنز هذول برضو مو غلط تشتريهم، بس مش كلهم، لانه انت اذا لقيت بنش في الماب اذا ما معك البنش بن ما راح تقدر، ما راح ينرسم على الماب، فما راح تعرف وين البنش، فبدك تتذكر. فالبنز هاي عشان يورجيك اماكن بعض الشغلات عن الماب، زي عندك البنش الكوكون اللي هي اللايف بلود لونها ازرق، هاي للفندورز، هاي للستاجوي، وهاي للهوت سبرينجز. هذول عباره عن ماركرز عشان تقدر تحط ماركر على الماب تاعك. فمبدئيا تشتري الكويل، اوكي. نيكست ستيب تشتري الواي وورد كومباس حقها 220. هلا شايفين الماب لساتها زي ما هي، ما تعبت ما صار اشي. لو تيجي تعمل ريست على البنش راح يحكي لك ماب ابديتد، فلو تيجي تفتح الماب حتصير تشوف انه الماب تلونت. هلا المكان اللي تلون هو فعليا المكان اللي انت مشيته وعملت له اكسبلور، اوكي. لو تطلع على الماب الزرقاء تحت فورجتن كروس رود حتلاقي فوق في اماكن لساتها مش ملونه، هذا مكان انت لسه ما رحته. المكان اللي ملون وصار فيه له باك جراوند هذا انت مشيته. هلا واحنا ماشيين مثلا لقينا بنش ولقينا هوت سبرينج، لو معاك البنز هذول راح ينحط لك على الماب. تعرف شغله، خليني اشتري بن بس عشان نشرح الموضوع سريع. حنشتري تاع البنشات كونه حقه 100، مو ضروري تشتري بس عشان الشرح بشكل عام. تيجي هون لو تفتح الماب شايفين صار يطلع لك ماركر لونه ازرق، هذا الماركر الازرق معناته انه هون في بنش وانت لقيت البنش هذا وعملت عليه رز. فمبدئيا يعني هاي هي جود، اي ثينك انها جود انترودكشن للجيم. احنا تقريبا مشينا على كل الاماكن، شرحنا كل البيسكس. طبعا از وي جو راح نشرح اكثر ان شاء الله، راح نواجه انميز اكثر، تاكتكس ميكانكس كثير شغلات. وان شاء الله الحلقه الجايه راح نمشي فورجتن كروس رودز ونقتل البوس الاول وناخذ اول سبيل. فان شاء الله تعجبكم هاي السيريز. ولحد هون كان معكم جيمي، لو عجبتكم الحلقه لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها ووك ثرو اكتبوا لي في الكومنتس، ونشوفكم في الحلقه اللي جاي. سلام.